Day 53 of the 1000 days to memorize the Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The surah that preached to death. Surah al-Mumtahana, Ustaz. Okay, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أتلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يحكم بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم
قد كانت لكم أسوة حسنة لمن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آديتم منهم مودة والله خبير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم
من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إنما ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وانسى قبل إن شاء الله أسعد جزاك الله خير بارك الله فيك So we are now in Surah Mamtahana. If you want to memorize the Holy Quran, you enroll at Trahikal Quran, that institute. And if you want to support us by buying our products at damulag.com. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم
ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن هل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا فلا جناح عليكم أن تؤمنوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم فليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله به والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يعتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبيعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور Again, if you want to memorize the Holy Quran, you enroll at Radical Quran Institute. And if you want to support us by buying our products at damulag.com. In Radical Quran that institute, the methods of teaching is through Zoom. Okay?
through Zoom. So you can enroll from anywhere in the world. Our teacher is Ustad Sami Abdel Fattah, a graduate of Al-Azhar University, and he's one of the imams in one of the masjids in Cairo, Egypt. Cairo, Egypt. So, he is qualified to teach us how the Holy Quran should be pronounced, how it should be recited. And of course, we will memorize the Holy Quran, inshallah. Little by little, we should be memorizing the Holy Quran. So we are here now. So we have still this far. Okay? So we should first set the objective, and then let's do it. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ustaz. We can recite, inshallah, we will be Surah Al-Mumtahana next class. To start from this ayah next class. And inshallah, next class we will start from this ayah. لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. This time we can revise the Surah Juz Am, inshallah. So, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. طيب سورة البروج والسزبر والسماء إلى الكتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. 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 إذ هم عليها قعود. وهم على ما يسألون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يسألون بالمؤمنين شهود.
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نكموا منهم إلا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يتوب فلهم عذاب جهنم
ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لمن يريد. هل أتى فعال لمن يريد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ هل أتاك حديث الجنود؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. جزاك الله خير أستاذ. السلام عليكم أستاذ. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. So that's all for our station for tonight, day 53. Of the 1,000 days to memorize the Holy Quran. If you want to memorize the Holy Quran, you enroll at Rahik Al Quran Institute. And if you want to support us by buying our products at damulag.com. Again, this is Paul Jafili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.